بعض البنات. انا هحكي لحضرتك، انا اتصلت بيه مره فتاه ولا استحياء في الدين طبعا، اتصلت بيه بنته وقالت لي انا يا دكتور عندما اركب المترو وانا لابسه بنطلون جينز ضيق بيترج المترو بيها في مصر، بتقول لي بتحصل لي حاله اثاره شديده جدا، ماذا افعل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. سالت الطبيب، انا بحكي لك على اللي حصل وانا اعوذ بالله، انا ماليش دعوه بيها هي تقول زي ما عايزه، لكن انا سالت طبيب فقال لي فعلا هذه البنت البذر عندها عالي جدا ومرتفع جدا ولا بد من قطع جزء يسير منه. حرام لا معدات هذا هذا هو يعني حصل كل مركب نظر اسمحي لي بقى اتكلم ولا ايه؟ اكمل بس. روى البخاري معلش ادوني فرصه ان سيده تدعى ام المهاجر قالت